أشوفك راجع بدري. أخذت إجازة وطلعت مو قادرة أتحمل منظر الدم وريحة المعقمات. بسيطة، شوي شوي تتعودين. علميني، شفتي بدر؟ أكيد سألك ليه ما جينا لعزيمة الفطور صح؟ إيه سألني. وش جاوبتي؟ سكتتي، معناها جبتي العيد. أكيد قلتي لها كل شيء بالتفصيل وطلعتيني كذابة. إيه بالضبط، هذا اللي سويته. وما استحيتي على نفسك؟ أنت المفروض تستحين مو بأنا، أنا ما أعرف أكذب مثلك، مو متعودة. أما أنت فعايشة على الكذب وتوقع ما عندك مشكلة يعرفون أنك كذابة. أنا كنت مضطرة أكذب عشان أخبي المصيبة اللي سواها أبوك. نفسي أصدقك بس مو بقادرة، لأن الكذب يمشي في عروقك. دائماً أنت البريئة وأنا المتهمة. أنا طالعة، لا تنتظروني على الفطور اليوم. يا عمري يا عمري لي 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 ان شاء الله الف مبروك الف مبروك. اسمعيني منيحه، الخطبه مرقت لكم اياها، بس والله اذا ما بكون اول موجودين بالعرس كثير بدي ازعل. ماشي، سلمي على الكل، باي. ايش عندك؟ فرحينه معك. هاي ماما كانت عم تخبرني انه بنت اختي خطبتها الاسبوع الجاي. ياسمين بتعرفوها؟ إن شاء الله يا ليلى عقبال ما نفتح لك بولادك. عقبالك منصور. شكله ممتاز مشرف الحديقة هذا. ما أدري ليه حسيت إنه يشبهك. شو قصدك؟ قصدي إنه شاطر مثلك. وعارف بالضبط وش قاعد يسوي. تدرين انه طلع سوري؟ من نفس ديرتك. اقصد ديرة امك. ما بعرف، انا ما حكيته. اصلا شو بدي فيه لحتى حاكي؟ بالعكس، لازم تكلميه. انا متأكدة اني انت الوحيدة اللي في هالبيت اللي راح تعرف تتعامل معه. وراح تفهمه بعد. اكثر من كل اللي في البيت هذا كله. تفضل. اوه، وانا اقول الشركه ليش منوره؟ تكفين كثرين من هالزيارات. يعني افهم من كلامك هذا ان زياراتي للشركه ما عاد صارت تزعجك؟ اذا من باب الشركه لباب مكتبي اكيد ما تزعجني. واذا لفيت على مكاتب ثانيه؟ لا، هني لازم اتبلغ عاد واعرف وش المكاتب اللي راح تزورينها. وشنو سبب الزيارة بعد؟